بسم الله الرحمن الرحيم. في السيل ديفيجن هنتكلم النهارده على السيل سايكل، دورة الخلية. الخلية لها دورة، وفي التيبكال سيل بتبقى من 18 ل 24 ساعة في اليوم. ريبيتنج سيكونس هي عبارة عن ايه؟ السيل سايكل ده عبارة عن ريبيتنج سيكونس، يعني تعاقب متتالي of cellular events، من أحداث خلوية that consists of interphase mitosis and cytokinesis. يعني هي عبارة عن أحداث خلوية متكررة ومتتالية. consists of، متكون منين؟ من interphase والميتوسيس والcytokinesis. أو ساعات تقول interphase، يبقى تتكون منين؟ من interphase والcell division. لو قال لك كده تبقى دي كده برضه مظبوط. فعلا السيل سايكل عبارة عن ايه؟ جزئين، ده اللي هو الانترفيس والسيل ديفيجن. طيب لو قال الانترفيس ميتوزيس سيتوكاينيزيس برضه صح، لان السيل ديفيجن عبارة عن حاجتين نتكلم عليهم بعدين، اللي هو الميتوزيس اند السيتوكاينيزيس. يبقى انترفيس وسيل ديفيجن اتس اوكي، اند انترفيس ميتوزيس اند سيتوكاينيزيس اتس اوكي. This is the cell cycle and this is the cell cycle. ليه؟ لان السيل ديفيجن عبارة عن ميتوزيس وسيتوكاينيزيس. في تعريف تاني، it is a set of stages، هي مجموعة من المراحل، that takes place، التي تحدث between the parent cell divide and the daughter cell divide also. يعني أنك البيرنت سيل بدأت تنقسم، هتدي daughter cell. لما daughter cell تبدأ تنقسم، يبقى الجزء ده عبارة عن إيه؟ cell cycle. يبقى cell cycle مجموعة من المراحل تحدث ما بين انقسام خلايا الأم و انقسام الخلايا البنوية. cell cycle consists of interphase، زي ما قلنا، اللي هو a period of growth, differentiation and DNA replication. ده بيحدث فيه نمو، بيحصل فيه تميز وتباين، and DNA replication، تضاعف لل DNA. number 2، الميتوسيس، which is a nucleus divide، لما يحصل نواة وتنقسم بيسموا المرحلة دي ميتوسيس. الكلام ده على السوماتيك سيل، الكلام ده وانت بتتكلم على السوماتيك سيل، يعني خلايا الجسدية، خلايا ايه؟ الجسدية، سوماتيك سيل. طيب رقم 3، السيتوكينيسيس، ليه برضو انقسام، بس انقسام لمين؟ انقسام للسيتوبلازم and their organelles. يبقى هون سيتوبلازم and their organelles divide، this is cytokinesis. when the nucleus divide، this is mitosis. الاثنين دول مع بعض قلت ان هم عبارة عن ايه؟ دول السيل ديفيجن. يبقى انقسام الخلية عبارة عن انقسام نواة وانقسام سيتوبلازم وما بينها من عضيات. يبقى السيل سايكل فعلا عبارة عن انترفيس وسيل ديفيجن، او انترفيس وميتوزيس اند سيتوكاينيسيس. الانترفيس الجزء ده الاكبر ده، وده الجزء الثاني اللي هو عبارة عن السيل ديفيجن. يبقى ده السيل سايكل، وده عبارة عن السيل الانترفيس and the cell division. الانترفيس بيقسموه ل 3 parts، number 1 G1 and S and G2. In the past G refers to gap، كان زمان الجي واخدوها من gap، ده فجوة. لكن حديثا الوقت لما درس الخلية أكثر، لقوا ان هي مش gap، لا ده هي عبارة عن growth، فترة نمو. وبالتالي G from gap or growth، يبقى في عندك G1 and G2. between G1 and G2 there is a very important stage، اللي هي بسموها ال S phase، مرحلة ال S، اللي هي بسموها S from synthesis. يبقى from يعني ال S يعني بناء يعني. طيب ال G1 بتتميز بإيه؟ كان زمان بيقولوا إن الانترفيس ده مرحلة إيه؟ rest. كانوا زمان يقولوا عليه rest، الحقيقة لا، ده مش rest خالص، ده زي ما قلنا الوقت مرحلة ايه؟ مرحلة growth, differentiation and DNA replication. اول مرحلة خالص في مرحلة الجي 1 بيحصل فيها ايه؟ organelles begin to duplicate، يحصل تضاعف للعضيات. الوقت الخلية تنقسم تبقى خليتين، فكل خلية عايزة عضيات، فلازم اللي يحصل تضاعف للعضيات. طيب بعد كده يحصل للDNA النواة، لازم تاخد نواة الخلية، لازم تاخد كل خلية تاخد نواة، فبالتالي لازم يحصل تضاعف للDNA الموجود في الخلية، عشان كل خلية تاخد كمية DNA والعدد الخلية اللي هو المنضبط ده، فلازم يتضاعف.
طيب يتضاعف الدي ان اي، بعد كده يحصل ده في مرحلة الاس، عشان كده بسموه دي ان اي سينثيسز اس. الجي 2 ده يحصل فيه سينثيسز للبروتين. طبعا كل فترة، كل مرحلة من المراحل دي، يعني جي 1 تحصل دوبليكيشن للأورجانيلز وتبدأ تتحضر المواد اللازمة لعملية الدي ان اي سينثيسز. طيب الدي ان اي سينثيسز بتحصل في الاس بيريود، وفي نفس الوقت تجهز المواد اللازمة للسينثيسز اوف بروتين. بعد كده الجي 2 تعمل عملية سينثيسز للبروتين، وفي نفس الوقت تجهز المواد اللازمة لعملية السيل ديفيجن. فما فيش فصل في الخلية طبعا، لكن احنا فصلناه عشان نبدأ ونعرف نفهمها بس. بعد كده خلص الانترفيس جي 1 ان اس ان جي 2، الخلية الوقت جاهزة ان يحصل لها ايه؟ بعد ما تضاعفت الاورجانيلز، بعد ما حصل تضاعف للدي ان ايه، بعد ما حصل في بناء للبروتين والانزيمز طبعا لداخل الخلية، ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل في سيل ديفيجن. والسيل ديفيجن زي ما قلنا عبارة عن خطوتين، اول حاجة طبعا الميتوسيس او الكاريوكينيسيس اللي هو انقسام النواة، بعد كده السيتوكينيسيس يعني انقسام السيتوبلازم، ويديك طبعا خليتين. ده another diagram to show the cell cycle، برضو في انترفيس وفي السيل ديفيجن، عبارة عن الأربع مراحل مختلفة. أنا كده معلوم بعدين بروفيس ميتافيس أنافيس تيلوفيس، ده الميتوسيس، وبعد كده في السيتوكينيسيس يبقى ده انقسام الخلية. الانترفيس زي ما انت شايف كده برضه في جي 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 1 فيس اللي هو قلنا السيل جروس الدوبليكيشن للاورجانيلز، الاس اللي هو جينيتك ماتيريال ريبليكيتس اللي هو يقصد بها الدي ان ايه يعني، بعد كده جي 2 اللي قلنا بيتكون فيها الايه البروتين في الخليه. هتلاقي في الخليه في جي 1 هتلاقي فيها ريستريكشن تشيك بوينت، يعني في نقط فحص ذاتي للخليه في نهايه الجي 1. الخليه الوقت تقرر انها تعمل خطوه من ثلاثه، انها proceed to division، انها تستمر وتتقدم في عمليه انقسام. if the cell check itself and all things is okay، لو فحصت نفسها وكل شيء تمام يبقى خلاص proceed to divide، تتقدم في عمليه الانقسام. but if the cell check itself and there is an error في and try to reverse the error but fail to reverse the error so the cell now will be die by apoptosis، يبقى النقطه الثانيه ان هي ايه تموت طالما ان فيها اخطاء ومحاوله تصحح الاخطاء وما قدرتش يبقى لازم تموت. طيب لكن في some cells remain in the specialized and still in this phase اللي هي جي 1، وفي الحاله دي يسموها جي 0، يبقى دي الخلايا المتخصصه زي النيرف سيلز والماسل سيل. ده نفس الكلام الانترفيس بقى، it is the interval of time، يعني ده عبارة عن فترة من الزمن between the two cell division. صح، أدي خلية تنقسم يبقى في هنا انترفيس، بعد كده خلية تنقسم تاني، يبقى عبارة عن ايه بقى الانترفيس؟ ده فترة ما بين انقسامين، ده الانترفيس. this phase is the longest، طبعا أطول most of the cell cycle، يعني معظم دورة الخلية عبارة عن ايه؟ عبارة عن انترفيس، والانقسام بيبقى من ساعة ونص لساعتين according to the type of the cell. يبقى it is a time, it is not a time of rest، زي ما قلنا ده مش وقت الراحة، ده كانوا زمان بيفكروا وقت الراحة ان بين الخلايا انقسمت فأجهدت فتبدأ تاخد راحة، لا هو ده it is not a time of rest but it is the active stage، دي المرحلة الأكثر نشاطا في الخلية. where the organelles carrying do their function، لما أقول لك إيه فائدة الميتوكوندريا إنتاج الطاقة، الميتوربسوم إنتاج البروتين فين؟ وهي بتنقسم ولا في مرحلة الانترفيس؟ طبعا في مرحلة الانترفيس يبقى هي مش مرحلة ريست. cells are in the interface about 90% of the time، يعني حوالي 20 ساعة زي ما قلت لك، من 18 ل 20 ساعة في التيبيكال هيومن سيل. يبقى 29 90% من الخلية انترفيس، يبقى مش معقول 90% من الخلية تبقى ريست. أول حاجة زي ما احنا قلنا في الانترفيس جي 1 اس ان جي 2، زي ما قلنا جي فروم جاب ان ذا باست بات ناو ات از نوت جاب ات از ذا جروس اوكير ديورنج ذا ستيج ذا انترفيس، يعني كان زمان بقول لك ان ما بيحصلش حاجة في الخلية دي وبعد كده الخلية تبدأ تنقسم، يبقى دي جاب أو ريست، كانوا زمان بيقولوا عليها ريست. ده في الحالة دي لما يحصلش شيء يقولوا ريست. تطور الامر شويه واكتشفوا انه لازم يحصل دي ان اي ريبليكيشن، دي ان اي ريبليكيشن في الانترفيس ده،
بعد كده زاد الموضوع شويه، قالوا لا ده في كمان مرحله، في مرحلتين كده قبل ما يحصل دي ان ايه ريبليكيشن، فاطلقوا عليها ايه جاب واحد ان جاب اتنين، يبقى يحصل دي ان ايه ريبليكيشن هنا، لكن هنا ما يحصلش حاجه، هنا ما يحصلش حاجه. لما تطور شويه قالوا لا مش جاب، ده بيحصل فيه جروس، وبالتالي يبقى جروس 1 وجروس 2. لا جروس 1 بيحصل فيها ايه؟ يحصل في السيل جروس ده اورجانيلز دوبليكيشن زي الميتوكوندريال ريبوزومز اند اذرز اكيوميليت ذا ماتيريالز اولسو نيدد فور دي ان ايه سينثيسيس، وتبدا تحضر للخطوه رقم 2 هو عمليه بناء الدي ان ايه. يبقى الخطوه الثانيه اللي هي في المرحله الثانيه الاس اللي هي الكروموسوم سينثيسيس، يحصل دي ان ايه او يحصل كوبي للدي ان ايه، وبالتالي يسموها دي ان ايه ريبليكيشن او سينثيسيس في الخطوه دي. الجي 2 اللي هي سيل جروس برضو ده يحصل فيها بروتين سينثيسيس بناء للبروتين. يبقى some cells become specialized، هتلاقي في بعض الخلايا تصبح متخصصة and not enter the cell cycle، خلاص تدخل السجن مدى الحياة وأبد خلاص مش هيطلع من السجن، وبالتالي بيسموها بدل ما يسموها جي 1 بيسموها جي 0 stop in the جي 1 and this called جي 0 خلايا متخصصة. زي مين؟ زي النيرف سيل والماسل سيل become arrested in G1 and is called G0 but we have another cell تدخل السجن شوية وتطلع تاني لما يحصل لها initiation تاني، دخلت G0 فترة وبعد كده حصل لها initiation، وفي الحالة دي تبدأ تدخل تاني من G0 ل G1 وتبدأ تدخل من G1 لل S ومن G من S ل G2 وتكمل دورة الحياة بتاعت الخلية. Of the other arrested cell بعض الخلايا اللي هي دخلت في جي 0 re-enter the cell cycle again، تدخل تاني تحول من جي 0 إلى جي 1 when suitable stimulated لما تتحفز بتحفيز مناسب. Some cells become specialized and no longer enter the cell cycle زي ايه؟ زي ما قلنا nerve cell والmuscle cell. بالنسبة للخلايا الجنينية spend little time in G1، يبقى الخلايا اللي تقضي وقت قليل في جي 1 يبقى دورة حياتها هتبقى ايه كام؟ هتاخد ايه؟ يبقى spend little time في السيل سايكل، بس السيل سايكل بتاعها عشان تنقسم سريعا، يبقى الخلايا اللي تقضي وقت طويل في جي 1 يبقى دورة حياتها طويلة، والخلايا اللي تقضي وقت قليل في جي 1 يبقى دورة حياتها قصيرة، زي الامبريونيك سيل سايكل. عشان كده الجنين ينمو بسرعة والطفل تلاقيه بينمو قدامك سريع. ليه؟ لأن السيل كومبليت السيل سايكل ان فيو اورز، في عدة ايه ساعات. كنترول ذا سيل سايكل بقى، ازاي تتحكم في دورة الخلية؟ تتحكم في دورة الخلية عن طريق ايه؟ اتنين. اول حاجة internal chemical signal، اشارات كيميائية داخلية من داخل الخلية نفسها اللي هي زي السايكلين فروم سايكل سايكلين، and external chemical signals اشارات كيميائية خارجية زي الجروس فاكتور ذات ستيمولييت ذا سيل ديفيجن، ودول بيحفزوا انقسام الخلية. يبقى في عندك انترنال وفي عندك اكسترنال، ده السايكلين وده الجروس فاكتور. الانترنال كيميكال سيجنال زي السايكلين ريكوايرد تو بروسيد ذا سيل، يخلي الخلية تتقدم فروم جي 1 تو اس اهو، اند اولسو فروم جي 2 تو مايتوزيس. يبقى فروم جي 1 تو اس اند فروم جي 2 to my to M stage هتبدأ الخلايا تنقسم، وده دور ال internal chemical signal في عملية stimulation للسيل division.